بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء أيضا. إذا طبعا قناتي فيها دروس الرياضيات، فيها دروس الفيزياء طبعا للطور المتوسط، أما بالنسبة للطور الثانوي أيضا. أما بالنسبة للطور الثانوي فيه دروس فقط أولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. إذا بالتوفيق للجميع، وصلنا للدرس دائما الدرس العاشر، المحلول التجاري ودرجة نقاوته في الجزئه الثاني. قبل ذلك خلونا كلنا نقول بسم الله. في هذا الدرس راح نشوف علاقة التركيز المولي اللي هو سي للمحلول التجاري ودرجة النقاوة والكثافة والكتلة المولية. شوفوا معايا، راح نعطي لكم العلاقة، هي العلاقة تحفظ وتفهم، ولكن ممكن يطلب منكم في الفرض أو الاختبار إثباتها. إذا ما عليكم إلا التركيز معي باش نوصل إلى النتيجة تاع البرهان هذه العلاقة. إذا أولا راح نقول أن العلاقة اللي هي علاقة التركيز المولي للمحلول التجاري ودرجة النقاوة والكثافة والكتلة المولية تعطى بالعلاقة التالية. إذا العلاقة بين التركيز المولي، وطبعا للمحلول التجاري، المولي للمحلول التجاري تاعي او المركز، نقول له التجاري او نقول المحلول المركز، ودرجة النقاوة ايضا والكثافة والكتلة المولية الجزيئية للمركب المولية. شوفوا معي، إذا مش حبيت نكتب لكم العلاقة التالية. سي تاعي اللي هو التركيز ماذا يساوي؟ القانون وش يقول؟ أنه يساوي نضرب 10 في درجة النقاوة ونضربها في الكثافة تاع المحلول على أم الكتلة المولية الجزيئية تاع المركب الكيميائي تاعي. طبعا هذه العلاقة تعطى كالتالي، ونشرح لكم كل هذه. إذا قلت سي يمثل التركيز المولي للمحلول التجاري، بي درجة النقاوة بدون وحدة، دي كثافة المحلول بدون وحدة، أما أم هي الكتلة المولية الجزيئية للمركب الكيميائي. إذا الآن راح نشوف كيف نثبت هذه العلاقة، كيف أثبت هذه العلاقة، يعني التركيز المولي للمحلول بدلالة P و D و M. نبدأ على بركة الله على حجم المحلول، كذلك كتبناها. ثم بعد ذلك N تاعي كمية المادة ماذا تساوي؟ تساوي كتلة المركب M، كتلة المركب تاعي لازم نسميها M واحد. لماذا؟ لأن M واحد هي كتلة المادة النقية، المادة اللي راح أضعها في المحلول النقية. ضروري جدا جدا أنكم تفهموا هذه العلاقات على الكتلة المولية للمركب. لحد الآن يعني لا يوجد صعوبة. إذن نعوض بالتعويض. إذن وش نعوض؟ نعوض N تاعي في C. ماذا أتحصل؟ أتحصل على C يساوي M واحد على M على B. شوفوا معي، M واحد على M تقسيم V. إذا عندنا قسمة كسرين، C تاعي راح تساوي الكسر الأول M واحد على M في مقلوب الكسر V، شغل V على واحد مقلوب تاعه واحد على V. تخرج لي C تاعي ماذا يساوي؟ يساوي كتلة المادة النقية، لماذا أذكرها دائما؟ باش ما نتخلطش، على M الكتلة المولية للمركب في V، في حجم في V اللي هو حجم المحلول. لحد الآن راني بديت نظهر، ديجا خرجت لي M. الآن مازال ندخل درجة النقاوة وندخل الكثافة. كيف ذلك؟ نبدأ بدرجة النقاوة، ولدينا القانون التالي، العلاقة التالية اللي شفناها في الجزء الأول. وش عندي؟
عندي بون نكتب العلاقة الأولى اللي جبتها سي يساوي ام واحد كتلة المادة النقية على الكتلة المولية للمادة الصلبة تاعي في في. وش عندي أيضا؟ عندي درجة النقاوة ماذا تساوي؟ تساوي ام واحد اللي هي كتلة المادة النقية. نذكركم أشاك فوا بها باش تبعوني بتركيز، على كتلة المادة الغير نقية اللي هي ام الغير نقية. وش قلنا القانون؟ في مئة هكذا أتابع. إذا هنا وش راح نجبد؟ راح نجبد ام واحد. لماذا؟ لأن في سي كان هناك ام واحد منه. ام واحد تاعي ماذا يساوي؟ يعني كتلة المادة النقية ماذا يساوي؟ خلاص تفهمنا أن ام واحد هي كتلة المادة النقية وام هي كتلة المادة الغير نقية. ماذا تساوي؟ إذا نضرب جداء الطرفين تساوي جداء الوسطين، تخرج لي بي في ام، راح ام واحد تساوي بي في ام تقسيم مئة. إذا نكتب ام واحد تساوي، إذا قلت بي في ام في كتلة المادة الغير نقية بي في ام تقسيم مئة. احتفظ بهذه العلاقة، راح نستعملها فيما بعد. اين استعملها؟ نستعملها في التركيز. اذا بالتعويض اللي هي وش نعوض؟ نعوض ام واحد في العلاقة تاع التركيز المولي، راح نسميها في العلاقة نجمة. نجمة تبعوني فقط راح يجيكم سهل. اذا سي تاعي وش يساوي لي؟ نعوض ام واحد بالقيمة تاعها. اذا بي، شوفوا معايا، بي في ام تقسيم مئة على الكتلة المولية في الحجم. اذا اكتبوها بطريقة اخرى هذه العلاقة. اذا ماذا تساوي؟ اذا قسمة كسرين سي تاعي راح تساوي لي بي في ام تقسيم، هنا كأن ام في في على شكل ام في في على واحد، المقلوب تاعه راح يساوي لي اذا مئة في ام في في. اتمنى فقط ان يكون واضح، نكتبها لكم هنا باش ما تقولوش مين جات. اذا هذا هو الكسر الاول تاعي، اذا نكتبه كما هو ام بي في ام على مئة، ونضرب في مقلوب هذا الكسر واحد على ام في في. لحد الان واضح؟ اذا التركيز تاعي بدا يظهر، اذا بدا يظهر ام تاعي، بدا يظهر بي تاعي، درجه النقاوه، خصتني الكثافه. مين راح نجبد الكثافه؟ ركزوا معي كيف راح نجبد الكثافه. كثافه راح نجبدها كالتالي. اذا وش عندي باش نجبد الكثافه؟ قلت ان الكثافه ماذا تساوي؟ اذا نكتبها، الكثافه تساوي، قلت أنها تساوي إذا الكتلة الحجمية للمحلول على الكتلة الحجمية للماء. وقلنا أن الكتلة الحجمية للماء نأخذ باش نخرج الغرام على اللتر، إذا نكتب الكتلة الحجمية للمحلول على الكتلة الحجمية للماء ماذا تساوي؟ قلنا أن استعمل 10³ ألف غرام على اللتر، هذه اللي تساعدني. إذا الكثافة قلت تساوي الكتلة الحجمية للمحلول على ألف. الآن نستخرج منه، حبيت نستخرج الكتلة الحجمية للمحلول ماذا تساوي؟ إذا راح تساوي لي الكثافة الحجمية للمحلول تساوي دي في ألف، تساوي الكثافة في، ندير ما نكتبش الوحدة، في 10³. لحد الآن واضح؟ لأنني أحاول أن أدخلها في هذه، ولكن الكثافة الكتلة الحجمية، أعتذر، الكتلة الحجمية للمحلول ماذا تساوي؟ خي قلنا أن بالتعريف تساوي الكتلة، كتلة المحلول على
إذن آم هذه هي كتلة المادة الغير نقية. لماذا؟ لأن قلنا هنا آم هي كتلة المحلول، المحلول هذا أخي المحلول تاعنا أذبنا فيه مادة نقية، شوفوا معايا مادة نقية، ولكن عند الإذابة أصبح المحلول، أصبح الكتلة تاع المادة المذابة هنايا في المحلول أصبحت المادة الغير نقية، لأنها دخلت في المحلول عندها شوائب أخرى. كي نوزن المحلول تاعي نلقى الكتلة تاعو هي آم. إذن أكمل هنا، ما ننساش أن الكتلة الحجمية للمحلول تساوي دي في ألف، يعني أو نكتب ألف نكتبها بطريقة أخرى في دي نفس الشيء. إذن هنا نعوض الكتلة الحجمية للمحلول في العلاقة، مثلا نسميها هنا واحد، في العلاقة واحد في واحد، أتحصل على التالي. قلنا أن الكتلة الحجمية للمحلول هي آم على في يساوي 10³ ألف في دي. إذن منه آم ماذا تساوي؟ آم صحيح أن هناك عمليات كثيرة، ولكن بالتركيز راح تفهموا أكثر وأكثر. إذن آم في واحد تساوي جداء الطرفين تساوي جداء الوسطين، إذن تساوي 10³ في دي في في. استخرجت كتلة المادة الغير نقية، فيما أعوضها؟ أعوضها في هذا المكان اللي نسميها مثلا علاقة 2. إذا نكتب نعوض آم في العلاقة 2، نجد ماذا نجد؟ قلت أن سي تاعي ماذا تساوي؟ نعود نكتبها بي في آم، بي في آم على آم في 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 مئة، في مئة، في مئة. هذه هي العلاقة تاعي. نعوض آم تاعي، إذا تولي لي سي تاعي ماذا يساوي؟ يساوي بي درجة النقاوة في آم، بدلا ما نكتب آم نكتب 10³ في دي في في على آم في 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 مئة، 10². الآن ماذا أختزل؟ شوفوا معايا واش نختزل. نختزل التالي، إذا نختزل في هذا الفي مع هذا الفي، ثم بعد ذلك نختزل نقسم ألف على مئة، واش يمدلي؟ إذا تخرج لي العلاقة التالية بالاختزال نجد. شفتوا معايا الفيزياء نستعمل كثيرا الرياضيات. بالاختزال نجد سي تاعي ماذا تساوي؟ تساوي بي درجة النقاوة في الكثافة. إذا ألف تقسيم مئة هي 10، إذا أعيد كتابة هنا، أعيد الكتابة. إذا نكتب نبدأ بعشرة، إذا 10 في بي في دي على تقسيم، واش بقى لي في المقام؟ بقات لي مئة أم عفوا، بقات لي أم الكتلة المولية الجزيئية. وبالتالي برهننا على هذه العلاقة الجد جد مهمة، لأن ممكن يطلبها لكم في التمرين، فقط في التمرين عندما نأخذ درجة النقاوة. مثلا كي يمد لكم مثلا بي يساوي 35%، عندما نعوض ما نديش 35% كاملة، إذا بي تاعي في هذه القيمة نديها فقط 35، ما نديرش بالمئة كي نجي في التعويض في هذه العلاقة. إذا أتم